السلام عليكم. استغلال معاناة الناس من أجل الثراء والتربح على حساب شعب بلا دولة، بلا رواتب وبلا دخل وبلا دخل مستدام، حيث وصلت الطاقة الشرائية للأسرة أدنى مستوياتها في السنوات الأخيرة. هذا هو جديد الانقلاب في صنعاء الرهينة وفروعها المختطفة. انتظام في أصول المشتقات النفطية ينفي مزاعم وجود الحصار، ما يجعل آخر ذرائع الانقلاب في سلة المهملات. فمن التعويم والتلاعب بأسعار المواد التموينية وذهاب المبالغ لحساب المتنفعين إلى تقاسم الموارد بين شريكين في الحكم المغتصب في صنعاء، تشتكي أفواه الجياع ومنازل الفقراء الفارغة إلا من أنين المتعففين خلف الجدران الأربعة. 400 مليار من الضرائب والجمارك بالإضافة إلى إيرادات نفطية وغاز، وأكثر منها حصيلة الموارد غير المشروعة في مناطق سيطرة الانقلاب، كفيلة بدفع مرتبات الموظفين المنقطعة منذ شهور. مناطق سيطرة الانقلاب تشهد جرعة جديدة وكارثية قد تقضي على ما تبقى من سبل العيش في ظل ضائقة مالية يشهدها المواطن اليمني الذي تتضاعف معاناته كل يوم. مصير النظام الاقتصادي في ظل التجييف لموارد الدولة والركود الحاصل يشير إلى احتمالات مفتوحة تنذر بتوسع رقعة المأساة اليمنية، بينما يضع العالم يده على خده ويكتفي بالفرجة من المدرجات والمنابر الأممية. مشاهدينا الكرام، حول الجرعة الجديدة في مناطق سيطرة الانقلاب ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. نذهب بداية لمشاهدة هذا التقرير. فوارق أسعار الوقود والغاز المنزلي بين محافظتي مأرب وصنعاء تؤكد الفارق بين فكرة الدولة واللا دولة وحكم العصابات. قبل أقل من يومين قررت سلطات الانقلاب رفع قيمة المشتقات النفطية لأكثر من الضعف، وفرضت جرعة سعرية جديدة على المواد التموينية. يأتي هذا أثناء ارتفاع وتيرة التحذيرات الدولية من أن ثلثي اليمنيين يعيشون تحت خط الفقر، وأن جزءا كبيرا منهم يصارع الموت جوعا. وتؤكد تقارير أخرى أن إيرادات النفط والغاز والجمارك التي استولى عليها الإنقلابيون فاقت 400 مليار ريال خلال العام الماضي، بحسب تصريحات ما يسمى برئيس حكومة الإنقلابيين التي لم يعترف بها أحد، بينما تصل إيرادات شركات الاتصالات إلى 40 مليار ريال كما قال مسؤول مؤسسة الاتصالات. تحصيل هذه الأموال التي تقدر ب 60% من الموارد العامة للدولة والتي لا تزال خاضعة لسلطة الانقلاب أثارت خلافات بين شركاء الانقلاب الذين تقاسموا وكشفوا عن جانب من هذه الأموال المنهوبة، فيما يعيش البلد حالات الموت جوعا جراء المجاعة التي تجتاح اليمن منذ الانقلاب. مليارات الريالات تذهب لحساب أباطرة الميليشيا ومحتكري استيراد المشتقات النفطية عبر شركات ثلاث تتبع قيادات في الصف الأول للانقلاب، هي شركة يمن لايف صاحبة الامتياز الأول في الاستيراد وتتبع ناطق ميليشيا الحوثي محمد عبد السلام، بالإضافة إلى شركتي أويل برايمر والذهب الأسود لقيادات حوثية ناهكة عن السوق السوداء وما يتم سلبه من المواطن فيها. حالة اللصوصية الدائمة واستغلال معاناة الناس من أجل الإثراء تحت دعاوى كثيرة، منها الحصار والمجهود الحربي رغم انتظام في وصول المشتقات النفطية لميناءي الحديدة والصليف، وهما ينفي مزاعم حالة الحصار. 7 أشهر لم يستلم فيها الموظفون رواتبهم رغم الأموال المنهوبة، ورغم خطاب الحكومة للانقلاب بتوريد هذه الأموال لخزينة الدولة من أجل صرف المرتبات أو التكفل بصرفها من قبل سلطة الانقلاب بصنعاء. تخوض الحكومة معركتها الاقتصادية فيما يسعى الانقلاب إلى جني أرباحه من استمرار الحرب على حساب حياة شعب مهدد بالفناء. إذا مشاهدينا الكرام، نناقش هذه الحلقة مع ضيفنا عبر سكايب الأستاذ حسام السعيدي الباحث في السياسة والاقتصاد من أنقرة، وسيكون معنا أيضا آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ حسام. مساء النور، أهلا وسهلا بكم. أهلا بك معنا أستاذ حسام. بداية، يعني حالة اللصوصية الدائمة واستغلال معاناة الناس في مناطق سيطرة الحوثي، كيف تقرأ هذه النقطة أستاذ حسام في ظل الوضع الاقتصادي السيء للمواطنين؟ الحقيقة أن ما يسمى بالجرعة الأخيرة أو ارتفاع أسعار المشتقات النفطية هي واحدة من ضمن شبكة تتكون من 7 تقريبا عناصر يتم من خلالها تمويل الميليشيات لحربها على اليمنيين والانقلاب الذي قامت به. هذه النقاط تبدأ طبعا بالمشتقات النفطية وإنشاء واحتكار أنت استيرادها إلى الداخل، كما أيضا القضاء تقريبا على شركة النفط وتحويلها استيراد النفط إلى شركات خاصة كما ذكرتم في التقرير. نعم.
البنود الاخرى طبعا هناك حاله من رفع الضرائب عاليه تقريبا في تتم في المناطق التي تسيطر عليها الانقلاب، واهمها ضريبه العقارات يتم تطبيقها الان على معظم المؤسسات التي تعمل سواء الخدميه او الانتاجيه المتواجده طبعا، ايضا الى جانب تحصيل الزكاه والاتاوات المختلفه باسم المجهود الحربي ايضا ما تزال قائمه وكبيره جدا ومعروفه. وايضا فرض الجمارك الاضافيه والاتاوات التي يتم استقطاعها من تجار القطاع الخاص باسم مصلحه الجمارك، وكما هو معروف واثير هذا الموضوع اكثر من مره وهو موضوع كبير ويتم تحصيل ايرادات من خلاله. اضف الى ذلك ايضا المتاجره بالاسلحه والاثار والى اخره، فبالتالي مساله المشتقات النفطيه هي جزء هي جزء من شبكه متكامله او من عوامل عناصر عديده يتم من خلالها تمويل الانقلاب في صنعاء. وطبعا من خلال هذا او هذه الوسائل الحقيقه يتم الضغط اكثر على حاله الناس التي هي دون الحد الادنى او دون حد الكفاف. الكثير من المواطنين او يعني غالبيه لنستطيع ان نقول غالبيه المواطنين على حافه المجاعه، وهذا الان طبعا لا يوجد اي تجاوب من قبل الميليشيات المسلحه وميليشيا الانقلاب الحوثيه، لان الحقيقه هم لا يعنيهم الا الانتصار وفرض مشروعهم الذي ارادوه مسبقا، بغض النظر عن الحاله الاقتصاديه او الحالات الاحتياجيه او الاحتياجيه احتياجات الانسانيه للمواطنين. هذا الامر معروف مسبقا. طبعا قبل فرض الجرعه الاخيره كانت اسعار الغاز المنزلي مثلا وعلى سبيل المثال تزيد على قبل بدايه الازمه تقريبا بنسبه 60% وفقا لتقارير دوليه، على اساس تم اخذ المتوسط العام للسعر عبر في شهر مارس 2017 الميلادي. لكن الان الحقيقه تم مضاعفه الاسعار بشكل تقريبا نصل الى 100%، وهذا الامر يعني هناك جرعه جديده خاصه بالنسبه للمشتقات النفطيه والغاز، يعني وصلت الى 3 أضعاف على السعر مقارنه بالمناطق المحرره، اليس كذلك؟ حسب البيانات التي متوفرة لدي تقريبا ممكن نستطيع أن نقول إلى حوالي الضعف وأكثر من ذلك في كثير أحيانا أو الضعفين حسب الأنباء المتواترة. هذا الأمر طبعا بالنسبة للمناطق المحررة يعكس شيئين، المقارنة بين المناطق المحررة خاصة أن الغاز بالنسبة لمادة الغاز المنزلي هي قادمة من مأرب، وبالتالي فإن التكاليف نقلها إلى العاصمة صنعاء مثلا أقل من تكاليف نقلها إلى عدن وإلى بعض المحافظات الأخرى تقريبا. هذا الأمر يعني أن هناك، وهذا أمر معروف يعني ليس استنتاج جديد، وإنما هناك إتاوات كبيرة يتم فرضها بغرض الحصول على تمويل للحرب، وهو الأمر معروف في إطار السوق السوداء التي ابتدأت بها الميليشيات في السابق واستمرت عليها حتى اليوم، ما عدا الآن هناك حاجة تبدو لاستغلال حاجة الناس مع قدوم شهر رمضان المبارك، حيث يزيد الطلب على مادة الغاز المنزلي، وهذا الأمر يريدون استغلاله بأكبر قدر ممكن عن طريق فرض إتاوات أكبر، وبالتالي الضغط على الاستهلاك المواطنين وأيضا الحصول على عائدات أعلى. نعم، إذن ابقى معنا أستاذ حسام، سينضم معنا عبر الهاتف الصحفي محمد الجماعي من عدن. مساء الخير أستاذ محمد. أستاذ محمد هل تسمعني؟ نعم. نعم أستاذ محمد، يعني بداية لو سألناك عن الأبعاد السياسية لكل هذه الأعباء الاقتصادية التي يفرضها الانقلاب على المواطنين في مناطق سيطرته. نعم، هناك يعني أبعاد هامة في هذا الموضوع وأسباب أيضا لهذا الارتفاع. سيكون يعني الانقلابيون على رأس قائمة الاتهامات في هذا الموضوع، وتبادل تراشق الاتهامات بينهم وبين الطرف الآخر الذي هو المؤتمر الشعبي العام، سباق على الثراء، سباق على المال والثروة. المواطن أيضا يساهم بهذا الموضوع بمجرد ارتفاع أي شائعة عن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية فيسبب هذه الأزمات ويسيل لعاب اللاعبين في هذا الموضوع. الأهم من ذلك أن هناك رسالة في هذا التوقيت بالذات، وخاصة مع أخبار عن عودة المشاورات ودعوة ولد الشيخ لاستئناف المفاوضات. تعلمين أن ميناء الحديدة وفتح مطار صنعاء من أهم الشروط لدى الانقلابيين للعودة، وهي شروط مبطنة قد ربما لا يفصحون عنها ويفصحون عنها في أوقات أخرى. يريدون ان يقولون ان الحصار بدا وان الازمه خانقه في صنعاء وان الحاله الانسانيه ومؤشراتها سترتفع الى
مستويات يعني مرتفعة، وبهذا يعني التعزيز لسلطتهم وسيطرتهم في العاصمة صنعاء وغيرها من المناطق التي تحت أيديهم يستفيدون ماديا ومعنويا. يعني هناك يعني جانبان في الموضوع، رسالة إلى العالم أنه أنقذونا، التحالف والشرعية يخنقون المناطق التي تحت أيدينا، والطرف الآخر هو أنهم يريدون أن يتكسبوا من هذا الموضوع، وهو ربما يمثل نسبة أكبر من البعد السياسي من لهذا الموضوع. هناك جشع واضح نعم. جدا، لا أحد يستطيع أن يحوله إلى غرض سياسي. نحن أمام فئة تسابق الزمن للسيطرة على مفاصل الأمور وإزاحة كل العقبات التجارية والاقتصادية ورؤوس الأموال التي أمامها لصالح المسيطرون الجدد والصاعدون الجدد في عالم المال والثروة الآن. نعم أستاذ محمد، يعني الدولة الشرعية ما هو دورها في مثل هذا الموقف لمحاولة مساعدة مواطنيها القابعين تحت سيطرة الانقلاب، خاصة في مسألة الضغوط الدولية التي ممكن أن تشكلها في الملف الاقتصادي بالذات؟ نعم، يعني غير التحرير يعتبر الكلام أي كلام آخر يعتبر ثانوي في هذه اللحظات، لأن أي إجراء من الحكومة يقابل إجراء خنق من الميليشيات للمواطنين، والأشد يعني دلالة على ذلك هو يعني ما اسمهم يعني المحطة الجمركية في ذمار والأخرى في صنعاء على أي سلع تدخل من عدن أو من أي ميناء آخر، لأنها يعني انفكت من سيطرة الحوثي في ميناء الحديدة ومن ضغوطهم، وأيضا الأسعار المرتفعة لأجور النقل والشحن وغيرها. من ميناء عدن هناك تخفيضات 50%، وهم استغلوا هذا الهامش وضغطوا على التجار من الجانب الآخر. لذلك الحكومة تستطيع مثل ما ذكرنا في مقابلة سابقة الضغط عليهم بالإيرادات وبرواتب الجهات. ينبغي أن لا تكون الحكومة ساذجة إلى هذا الحد، بحيث أنها تسلم الأموال للانقلابيين ومن تحت سيطرتهم دون أن تأخذ وتقوم يعني باللعب بأوراق أخرى. نعم، طيب يعني تقاسم طرفي الانقلاب أستاذ محمد للموارد في صنعاء يقال أنه سبب ديمومة هذا التحالف الذي بينهم، ما رأيك؟ أعيد السؤال لو سمحتي. يعني الموارد التي ينالها الانقلاب ويعني الطرفي الانقلاب من خلال يعني هذا الجشع الواضح الذي تحدثت عنه، الموارد الاقتصادية التي يحصلون عليها، هل نعم. هل هذا هو سبب بقاء هذا التحالف بينهما؟ هو سبب البقاء وهو أيضا سبب الخلاف. حكومة الإنقاذ التي تابعة للانقلاب عندما أرادت أن تقدم يعني تريد أن تأخذ الثقة من الحكومة من مجلس النواب الذي ينعقد الآن في صنعاء بصورة غير شرعية، وجهت من كبار قيادات المؤتمر الشعبي العام عبد الرحمن الأكواع وغيره، قامت قيادة كبيرة تصدت لهذا الموضوع لأنها اشترطت أن يعني لدفع رواتب الموظفين التصريح لشركة اتصالات تابعة أو يعني لأطراف لم يدخل فيها قيادة المؤتمر التابعة لعفاش. وهذا الصراع ولد بينهم صراع أيضا على النفوذ في الحكومة، وولد بينهم أيضا لم يقوي تحالفهم بقدر ما أضعفه كثيرا بسبب يعني حرص الحوثيين على الاستئثار بهذا الموضوع ولصالحهم ولصالح جماعتهم. نعم، إذن شكرا جزيلا لك محمد الجماعي، صحفي كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عودة إليك أستاذ حسام. أستاذ حسام، انتظام وصول المشتقات النفطية إلى يعني المناطق التي تقع تحت سيطرة الميليشيا، هل ينفي مزعم وجود الحصار يعني لما يتم فرض تلك حتى يتم فرض تلك المبالغ الكبيرة على حساب المواطن الذي هو يعد بلا دخل أصلا؟ الحقيقة أن بالنسبة لتدفق الوقود عبر ميناء الحديدة وميناء رأس عيسى وميناء الصليف، هناك ثلاثة موانئ يتم من خلالها أيضا إشراف اللجنة الأممية المكلفة بالقرار 22/16 بالإشراف على تدفق السلع. هذه اللجنة تصدر تقارير شهرية، بإمكان أي أحد من المتابعين الاطلاع عليها. سأذكر بعض الأرقام على عجالة الآن.
فمثلا في شهر ابريل الماضي في العام 2017 اكثر من 244 الف طن متري تم دخولها عبر هذه الموانئ الثلاثه. ايضا مثلا في مارس الذي السابق ايضا 236 الف طن متري من الوقود. طبعا هذه الارقام هي ليست كل ما يدخل الى مناطق الانقلاب او التي تقع لسيطره الانقلاب، وانما ايضا هناك صادرة واردات اخرى من النفط تتم دخولها بريا، حيث ان هذه التقارير التي تصدر هي معنيه فقط بالموانئ الثلاثه المذكوره سلفا. ايضا مثلا وكمثال على ذلك في فبراير تم دخول عبر هذه الموانئ 73 الف طن متري، بينما اصدر تقرير اخر ل احدى اللجان التي تهتم او المنظمات التي تهتم بمراقبه مؤشرات السوق بان هناك تقريبا اكثر من 170 الف طن متري هي حجم الواردات، وبالتالي فان هذا يمثل جزء التقارير التي ذكرتها. هذا يعني ان تدفق الوقود الحقيقه مستمر، وان كان لا يغطي كل الطلب او اما ان كان الطلب الذي كان قبل اندلاع الحرب اقل، الا انه ما يزال مستمرا. وهذا الامر يعني ان الحوثيين يستفيدون جدا من فرض هذه الاتاوات، سواء من فرض من استيراد المشتقات النفطيه، سواء بفرض الاتاوات او الضرائب او رفع سعرها الدولي المتعارف عليه، او عن طريق استفاده شركاتهم واحتكاراتهم التي تحتكر استيرادها. نعم، مثل هذه التقارير استاذ حسام يعني اليست دليلا للمجتمع الدولي على عدم او تفنيد حجه الحصار التي يتغنى بها يعني امراء الحرب في الداخل؟ حقيقة المجتمع الدولي وعبر ذلك القرار هو وضع هذه اللجنة لحل مشكلة الحصار. نحن نعرف في بداية الشهور الأولى كان هناك حصار فعلي وتم منع الاستيراد إلى حد ما، بينما كانت هذه اللجنة هي عبارة عن حل لدخول الواردات إلى البلد. طبعا هذه اللجنة هي تختص فقط بالموانئ التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين، اما الموانئ البقيه فيتم الدخول عن كثير منها ولا تشمل هذه التقارير، اي ان هناك الكثير من السياده تدخل عبر موانئ اخرى غير هذه الموانئ. هذا النقطه الاولى. النقطه الاخرى بالنسبه للمجتمع بالنسبه للحصار، والحوثيون الان يريدون ايضا ليس فقط الاستيلاء على استيراد السلع، وانما هم عندما يتحدثون عن الحصار فهم ايضا يتحدثون عن التصدير، هم يريدون ان يعاودون التصدير وان يكونوا هم الدوله، وهذا الامر طبعا محال، ويعرف المجتمع الدولي هذا الامر كما يعرفه جميع المرافقين وجميع الاخرى، يعرف بان الانقلابيين لا يحق لهم ذلك، وبالتالي هذا الامر مفند ومعروف سلفا لا يحتاج منهم الى تذاكي، انما هذا الامر هو فقط لاستغلال يعني الامر نفسيا او لنشر الشائعات بين المواطنين، بينما بالفعل تتدفق السلع بشكل مستمر وسلع الغذاء، وبامكان اي احد ان يطلع على هذه التقارير وعلى حجم الباخرات او العابره الناقلات التي يتم نقل الوقود والغذاء باستمرار عبر هذه الموانئ. هذا الامر منشور ومعروف. نعم، اذا يعني هل يمكن ان نقول ايضا ان التلاعب بالمواد التموينيه باسعار المواد التموينيه والتعويم ايضا هل يشكل سوقا سوداء اضافيه بغرض التربح؟ حتما طبعا، هذا الامر معروف بان السوق السوداء هي بغرض الاستفاده من فوارق سعريه بين الاسعار الرسميه التي يفترض ان تكون موجوده وبين فوارق الاسعار التي تنشا في السوق. هذا الامر بطبيعه الحال موجود، وهي عباره للتربح، سواء تربح للشركات الاعتباريه او الشخصيه التي يمتلكها الحوثيون والتي حلت مع الاسف طبعا بقرار التعويم السيء الذكر محل شركات النفط، ومع الاسف طبعا باب المنافسه كان محصور الى حد ما، نستطيع ان نقول محصور مع او بشركات حوثيه جديده او طفيليه ظهرت الى السطح جديده، وبالتالي استطاعت ان تستولي على تجاره النفط واستيراد النفط في الداخل، بل وبيعه حتى على محطات الوقود بشكل عام. نعم، في المناطق التي تخضع لسيطرتهم، اي انه ليس فقط الاستيراد وانما ايضا حتى توزيع النفط. نعم، إذا أستاذ حسام يعني انضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ علي الوافي الخبير الاقتصادي من اسطنبول. مساء الخير أستاذ علي. أهلا وسهلا، مساء النور. أهلا بك معنا أستاذ علي. بداية يعني مصير، ما هو مصير النظام الاقتصادي في ظل التجريف لمواد الدولة والركود الحاصل أيضا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني الحديث عن نظام أو
عن نظام اقتصادي الآن في اليمن هو من باب فقط ماذا أقول، يعني من باب التمني على بقاء على الإبقاء على ما بقى من هذا النظام. أما النظام الاقتصادي في اليمن أو المنظومة الاقتصادية الفاعلة أصبحت في حالة انهيار إلى حد كبير. كان باقي المنظومة المصرفية، النظام المصرفي، الآن النظام المصرفي آية اللي يعني أوهى من خيوط العنكبوت ما تبقى منه للأسف الشديد، لولا أن القطاع الخاص أوجد بدائل خاصة به في التعامل في التحويلات. القطاع الخاص نفسه اليوم الذي قام ولا زال يقوم بدور كبير في توفير السلع والخدمات، بعض الخدمات الآن يلاقي صعوبات بالغة في الاستمرار في القيام بهذا الدور ما لم تعمل الحكومة الشرعية على مساعدته في هذا الجانب، وتتواجد هي أيضا من أجل أن تستطيع أن تساعد، يكون لها السيطرة الفعلية والإدارة الفعلية في واقع الحياة في المناطق التي تحت سيطرتها. لا. فالحديث عن نظام اقتصادي سواء إيرادات أو نفقات، خاصة جانب الإيرادات، يكاد يكون انهار إلى حد كبير، وما بقى من يعني حصيلة إيرادية فهي محدودة في إطار الإيرادات الجمركية والضريبية، وتذهب معظمها للحكومة الإنقلابية. نعم، إذن يعني أستاذ علي، ضرائب وجمارك، إيرادات نفطية وغاز أيضا، اتصالات، هذه الموارد التي تحصل عليها يعني ميليشيا الحوثي وصالح، ألا يفترض أن تدفع أيضا مرتبات الموظفين طالما وأنها يعني ربما تحصل على هذه الإيرادات مضاعفة بسبب الزيادة التي تقوم بها؟ والله اسمحي لي، لي وجهة نظر خاصة في هذا الأمر. الذي فجر الأوضاع في البلاد وأحرق البلاد وأدخل البلاد في متاهة، يعني لا أنتظر منه أنه يقوم بدفع راتب، ولا أنتظر منه تقديم خدمات، يكفينا شره، بس لو كفانا شره كفى. أنا أنتظر من الحكومة الشرعية أن تقوم بدورها وأن تدفع. نعم، أود أن أسألك، ما هو دورها في هذا يعني الموقف، خصوصا يعني فيما يتعلق بالموظفين الذين يعيشون الآن بلا رواتب في الجهتين، يعني الذين يقعون تحت سيطرة الانقلاب أو الذين يقعون تحت في المناطق الشرعية؟ يعني للأسف الشديد الكل لم يقوم بالدور المطلوب. نعم. كلاهم يعني في هذا الجانب الكل، لكن أنا لا أطالب من فجر الأوضاع في البلاد، من قتل وشرد وفجر، وأنا أطالب الحكومة الشرعية، أما هذا لا أنتظر منه. نعم، إذن يعني أطالب الحكومة الشرعية أن تكون عند مستوى مسؤوليتها ومن وشرعيتها اليوم التي تستمدها من المواطن، إذا لم توفر يعني للموظف الراتب، وإذا لم توفر قدر من الأمن في المناطق التي هي مسيطرة عليها، ما هي شرعيتها تبقى؟ نعم. يعني فالموضوع دعينا نتحدث عمن هم يتحملون مسؤولية، أما الذين فجروا الأوضاع لا ننتظر منهم شيء. نعم، إذن يعني عادة ما تكرر الحكومة الشرعية مسألة تأخر الرواتب بحجة مراجعة الكشوفات بناء على سجل ما قبل الانقلاب، هل هي حجة موضوعية برأيك؟ ليست موضوعية على الإطلاق، وأنا متأكد من هذا الأمر، وقد كثرت الوعود وأصبحت وعود بندغر يضرب بها المثل بدل مواعيد عرقوب للأسف الشديد، وتحدثوا بأنهم أكثر من مرة بألسنتهم بأنهم سوف يقوم بدفع الرواتب لكل الموظفين حتى أولئك الذين يقعون في المناطق التي تحت سيطرة الانقلابيين. نعم. وللأسف لم يفعلوا هذا. المشكلة أنهم صحيح لا يوجد إيرادات فعلية، الإيرادات اليوم تتمثل أو الأموال التي يدفعوها في الأوراق النقدية اللي طبعت من جديد، العملة الجديدة اللي طبعت. نعم. وحتى هذه لم يحصلوا التصرف فيها بصراحة. احنا انا اقول لك انه على ضعف الأداء بالنسبة للشرعية بل والفساد الموجود مشكلة كبيرة اليوم يعاني منها المواطن، إضافة إلى معاناته من
ما يقوم به الانقلابيين من مختلف أنواع الجرائم في حق المواطن والشعب. نعم، إذا شكرا. للأسف الشديد. نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ علي الوافي الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول. مشاهدينا الكرام، أيضا أستاذ حسام السعيدي، اسمحوا لنا بالذهاب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أستاذ حسام، برأيك يعني تقاسم الموارد بين شريكي الانقلاب في صنعاء هل يعد شكل من أشكال ديمومة الحرب التي يديرونها؟ كان معنا الأستاذ محمد الجماعي، يجد أيضا أنها أيضا من أسباب اختلافهم حاليا، ما رأيك أنت؟ الحقيقة طرفي الانقلاب ما داموا وقد اشتركوا في الفعل الأساسي وهو الانقلاب، فإنهم مشتركين بطبيعة الحال في نهب مقدرات الدولة وفي نهب مواردها، ومسؤولين أيضا كلاهما تماما أو تمام المسؤولية عما يحدث من يعني من المضاعفات التي حدثت بالنسبة للجانب الاقتصادي أو الجانب السياسي بكل الجوانب والأمنية أيضا. في تصوري يعني صحيح أن اللجنة الحوثيين الثورية أو ما تسمى باللجنة الثورية هي ما تزال تفرض السيطرة إلى حد ما، إلا أن ما يقوم به جناح المؤتمر المحسوب على صالح هي محاولات فقط يعني تحسين الصورة أمام الرأي العام بأنه نحن نحاول لحد ما الوقوف في وجه الحوثيين، بينما في الواقع أن الوقوف في وجه الحوثيين كان ينبغي أن يكون مختلفا تماما وأن يكون من البدايات الأولى لهذا الانقلاب ومواجهته بطبيعة الحال، وليس إسقاط الدولة ومن ثم الحديث عن وقف بعض يعني جمركة سيارات أو كذا من الأمور الهامشية. حقيقة المشكلة هي أكبر وأوسع من 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 هذه الملاحظات التي يتم طرحها عبر مجلس النواب أو في صنعاء الذي يمثل في الغالب طرف المؤتمر. من جهة أخرى مثلا فيما يتعلق بشركة الاتصالات التي كان هناك جدل حولها، مجلس النواب حينها كان يعرف بأن هذه العملية هي واحدة من أكبر عمليات تبييض الأموال التي شهدها هذه البلاد، ومع ذلك اكتفى بالقول الالتزام بين قوسين بالتسعيرة ولا بالتسعيرة المنافسة أو السوء. يعني هذا الأمر للمراقبين يوضح بأن هناك تماهي في المواقف، وأن هذا الأمر هو فقط مجرد ذر الرماد على العيون بأن هناك نوع من الرقابة وأننا نعمل كمؤسسة دولة. في الحقيقة لا توجد صفة المؤسسية غير موجودة في ما يتم القيام به سواء في مجلس النواب أو غيره، وبالتالي فإن هذا الأمر يفند تماما محاولة إبعاد التهمة أو يعني التحمل المسؤولية عن طرف المؤتمر. الطرفان كلاهما مسؤولان تماما عن جميع المضاعفات التي حدثت وخاصة في الجانب الاقتصادي والجانب الإنساني للمواطنين، ولكن بالنسبة لتقاسم ما نستطيع أن نقول لها غنيمة الدولة التي تم نهبها وسرقتها، بطبيعة الحال طبعا الطرفان مستفيدان جدا وإن كان الطرف الحوثي أكثر. هذا الأمر واضح، نعم أكثر السيطرة ولديه أيضا سيطرة أكبر على في جانب الموارد طبيعة الحال. نعم، إذا يعني هذه المبالغ التي يستفيدون منها أستاذ حسام والتي تم ذكرها، يعني مشتقات نفطية، سوق سوداء، يعني أسعار تموينية مختلفة من مكان إلى آخر، أيضا شركات الاتصالات، يعني لما لا يعني يحاول أي طرف يمسك، أو يعني مثلا هم أخذوا السلطة عنوة، ولما لا يحسنوا صورتهم أمام الناس ويسلمهم الرواتب على الأقل؟ يعني يتضح أنهم مجرد سرق لهذا المال الذي يعني يريدون أخذه فقط ولا يريدون إعطاء الشعب جزء من حقه. الحقيقة هناك أصلاً تواجههم بالإضافة إلى جانب استنزاف الموارد وسرقتها أيضاً مشكلة في السيولة. يعني لو كان استطاع الحوثيون طباعة النقود كانوا طبعوها وقاموا بصرف الرواتب بكفاءة أفضل من الحكومة الشرعية، ولكنهم في حقيقة الأمر يواجهون هذه المشكلة نظراً لأن معظم الأموال التي كانت في الريال اليمني مخزنة كما في المصطلح الذي تم تداوله في البدرومات، هذه الأموال مخزنة من قبلهم يعني تحسبا لأوضاع كما التي نعيش الآن وأوضاع مستقبلية، كانوا يتوقعون خطوة نقل البنك مسبقا، وأيضا تم تخزين الكثير من الأموال وتم تسريب بعض الصور لتلك الأموال وهي مخزنة. هذا واحد من النقاط. النقطة الأخرى
الحقيقة أن هذا الانقلاب لو كان يهتم بأمور المواطنين وحاجاتهم لما انقلب على الدولة. هذه النقطة يعني نقطة فلسفية عامة، أنه مسألة الانقلاب هي في الأساس هي المشكلة، وليست توقف الرواتب فحسب. إسقاط الدولة وإسقاط منظومة الدولة ومؤسساتها بشكل عام هو الذي قاد، وهذه أحد النتائج التي يقوم بها. طبعا الحوثيون الحقيقة يقومون بصرف رواتب فقط للجبهات لمقاتليهم، وأيضا هذا الأمر هو يكلف مبالغ عالية يتم من خلالها يقومون طبعا بتمويل جبهات الحرب، وأيضا تمويل نفقاتهم البادخة وتمويل مشاريعهم الاستثمارية الخاصة بهم. هذا الأمر معروف، وهناك يعني الكثير من الشواهد التي تدل عليه، سواء في صنعاء أو في بقية المحافظات من حالات الثراء التي يعيشها قادة حوثيون، أو من خلال أيضا استمرار جبهتهم وعدم معاناتها إلى حد ما من الدعم اللوجستي. وهذا الأمر معروف بأن الضرائب وما يتم تحصيله من قبل المواطنين يتم من خلاله تمويل الجبهات والحرب على المواطنين أنفسهم على الأسف. نعم، إذا يعني هل تجد أن شركات النفط التي ظهرت مؤخرا وتابعة لشخصيات بارزة في الانقلاب تقف خلف ارتفاع المشتقات النفطية الأخيرة؟ هذه الشركات هي أداة لهدف واسع تم رسمه. الهدف الأساسي حقيقة هو في حال، سواء في حال الحرب أو في حال السلم. في حال السلم ستكون هذه الشركات قائمة بحكم أنها شركات تم تأسيسها يعني إلى آخره، وسيحاولون إلى حد ما إدخالها في صفقة مستقبلية ما. هذه الشركات هي أداة لتمويل المشروع الذي أريد تمويله. في حال مثلا لو كانت شركة النفط ما تزال هي القائمة والمتحكمة بالأسواق، سيكون من الصعب يعني مثلا التحكم بأسعار المشتقات النفطية بالسوق كما هو عليه الحال الآن، وأيضا سيكون من الصعب أن تتحول الموارد مباشرة إلى جيوب النافذين الحوثيين مباشرة أو إلى جانب قيادة الحوثيين يعني مباشرة. ستكون هناك بعض الإجراءات يعني معروفة يعني. وأيضا هم بهذه الشركات كالأمر السباقي بالنسبة لل والسيطرة على الأسواق السوداء، هي لأن جماعة الحوثيين لم تكن تمتلك أي وسائل مؤسسية باتة، فبالتالي هذه الشركات أو المؤسسات هي وسيلة لمأس يعني ل أو استنى قلنا حاضنة لتلقي هذه الأموال. يعني في حال لم تكن هذه الشركات موجودة مثلا وتم ظهور ما تسمى بالحكومة أو حكومة بن حبتور، ستؤول إيرادات هذه الشركة إيرادات المشتقات النفطية إلى البنك المركزي، وسيكون لن تكون تحت التصرف المباشر تماما للحوثيين، مع أنهم الآن طبعا وفي كلا الحالتين يسيطرون عليها كما قلت في البداية، بأن هناك تماهين كبير وواسع بين طرفي الانقلاب بشكل عام، وبالتالي لا يؤمل على أحد. وهذا نعم. طبعا بطبيعة الحال تفضل. نعم، إذا ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ عبد الجليل الشعيبي مدير المنطقة الحرة بعدن سابقا عبر الهاتف من لندن. مساء الخير أستاذ عبد الجليل. مساء الخير والسرور. أهلا بك أستاذ عبد الجليل. ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في المناطق التي يسيطر عليها الانقلاب أضعاف سعرها في المناطق التي تسيطر عليها الشرعية، هل نحن أمام جرعة جديدة متكاملة؟ في الحقيقة هذه الحوثيين هم يعتبروا عصابة أو شلة أو ميليشيا تحاول أنها تحكم اليمن، وهذا أمر مستحيل. ونحن بحاجة إلى الحكومة الشرعية أنها تتبنى رؤية مستقبلية، رؤية أو خطة اقتصادية إدارية تتميز بالكفاءة والفاعلية. هذا الذي نريد، نحن نريد خدمات المواطن، خدمات المواطن مثل الماء والكهرباء وجميع الوسائل الأخرى. في ظل وجود نظام سياسي يتبع الحوثيين بيكون صعب، لأنهم لا يتسبوا بالشفافية، لا يتفاعلوا مع المواطنين بجد وإخلاص، عندهم هدف عقائدي يريدوا يحكموا اليمن فيه، وهذا أمر مستحيل. فإحنا نتمنى من الحكومة الشرعية، الحكومة التي يعترف فيها المجتمع الدولي، إنها تتبنى خطة حقيقية ورؤية تتمثل في إيجاد خدمات لكل المواطنين شمال اليمن وجنوبه. هذا الذي نريد باختصار، وأعتقد أنه الوقت حان أن الحكومة الحالية تراجع نفسها، وهي اللي تحكم اليمن وليس الحوثيين. الحوثيين سيتلاشوا وسيروحوا بالأخير.
نعم، إذن أستاذ عبد الجليل، برأيك يعني وصول المشتقات النفطية والغاز بانتظام إلى مناطق سيطرة الانقلاب، هل يفند الأسطوانة المكررة، أسطوانة الحصار التي يرددونها على الدوام ويضغطون بها على المجتمع الدولي؟ المجتمع الدولي بصراحة موقفه ليس واضح إطلاقا، وقراراته أيضا ليست واضحة. المجتمع الدولي يجب أن يكون مع الـ مع الـ مع الـ الحكومة الشرعية، ويجب أن يساعدنا في حل المشاكل الحالية. نحن تدهور اقتصادنا بكل صراحة، اقتصاد فلسنا، الناس يتكلموا على الأسعار حق المشتقات النفطية ونسيوا إن كان لدينا 6 مليار دولار في البنك المركزي. فين راحت هذه الفلوس؟ لمن صرفت؟ من هو المسؤول عليها؟ أنا لا أعتقد أنها راحت في مجهود لحربي كما يقولوا، أنا أعتقد أن الفلوس هذه مسروقة وهي فلوس الشعب، وهذا الاحتياطي بدونه لا يمكن نغطي، لا يمكن، هي عملة صعبة، لا يمكن نغطي استقرار الريال أو سعر الريال إلا بوجود المبلغ الاحتياطي هذا في البنك المركزي. فأنا أعتقد أنه إذا في كان باقي بيكون معنا جنيه واحد وجنيه اثنين واجتماعات الأردن واجتماعات في عمان، يجب أن يكون النقاش والتفاوض أولا وقبل كل شيء عن 6 مليار اللي كانت ضمان للشعب اليمني شماله وجنوبه. هذه كانت الضمان الأساسي اللي كانت هي بتخفف على الناس الآلام من 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 الفقر والمرض والحرب الذي سبب لنا مشاكل كثيرة. فأنا في تقديري أنا إن 6 مليار هذه يجب المراجعة إلى فين راحت هذه 6 مليار، من هو مسؤول عليها، تمام؟ وأنا أعتقد إنه المحادثات والمفاوضات اللي قد مرت علينا إنها ارتكبت أخطأ كبير بأنها لن تدخل في التفاوض عن هذا المبلغ، وينقل هذا المبلغ كان أو ينقل جزء كبير منه للبنك المركزي في عدم الذي يعتبر البنك المركزي الرئيسي. من هنا ممكن نتوفر للناس مشتقات النفطية، ممكن نوفر له بالرواتب، ممكن نوفر أشياء كثيرة، لكن السكوت الخطير على هذا المبلغ هو تعتقد هو جريمة بحق الشعب اليمني. نعم، إذن أستاذ عبد الجليل، برأيك كيف يمكن أن تتمكن الحكومة الشرعية من إنقاذ مواطنيها من تحت سيطرة انقلاب، خاصة في المسألة الاقتصادية بالذات؟ هناك تفاقم يومي لهذه المشكلات الاقتصادية بالنسبة لهم والتي يمرون بها يوما بعد آخر. بسيط، الأمر بسيط، نحن عندنا دول إقليمية كبرى تتعاون معنا، فلا بد انه نحن نستعين في الخبرات الدوليه او شركات دوليه تساعدنا في ان نبني خطه اولا اقتصاديه للبلد. لان معنا حكومه 3.5 سنين بدون خطه، انا لا استطيع اني افهم كيف تستطيع الحكومه انها تشتغل بدون خطه. فانا اعتقد انه ليس في اي مصلحه لاي واحد مننا، يا من ابناء الجنوب او ابناء الشمال وابناء اليمن كامل، ليس مصلحه اي واحد مننا في انهيار الاقتصاد كما هو الحال، ولا في فشل الحكومة أو السلطات المحلية، لأن الجميع هم سيخسر. والانهيار الاقتصادي اللي هو موجود الآن لا قدر الله إنه ممكن يؤدي إلى 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 تفشي المرض والموت في 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 ملايين من الناس داخل اليمن. والأمم المتحدة قد تحذرنا، ولا ينفع أحد الندم أو الشفي أو محاولات إثبات إنه وجهة نظره كانت على الحق أو الطرف هذا كان على الحق. الوضع الاقتصادي يجب أن يتصلح بأسرع وقت ممكن، بدون ذلك ستخسر كل السلطات اللي موجودة والميليشيات والقوى المسلحة والدول المتحالف. نحن بحاجة إلى أن نحن بحاجة إلى تعاون كبير أن الحكومة تتبنى خطة. نعم، هذه الخطط أستاذ عبد الجليل لما لا يتم تقديمها من خبراء اقتصاديين يمنيين سواء في الحكومة أو في خارج الحكومة؟ لما لا يتم الاستعانة يعني في الجانب الاقتصادي بمن هم مختصين فعلا بهذا الجانب، في الجانب العسكري بمن هم مختصين؟ يعني كما تفضلت هناك حاجة فعلا لوجود خطة، إذا لما لا يقدم أو يعني من باب التطوع الخبراء الاقتصاديين خطة للحكومة قد تنيرها هنا أو هناك؟ في وجهة نظري يا أستاذ العزيزة، في وجهة نظري أنه صعب على الجميع خاصة الكفاءات أنها تنخرط في العمل الاقتصادي، لأن تجار الحروب وقيادة الميليشيات هما الذي يتبنوا الخطط، خطط الحرب، خطط الدمار، خطط تدمير الإنسان، خطط تدمير الأخلاق، هما اللي يتبنوا هذه الأمور كما يبدو. تمام، انا في وجهه نظري انه يجب ان تشارك القوى الوطنيه والمتعلمه والمثقفه، يجب ان تشارك، لكن تشارك مع من؟ الشراكه هي تحتم في قرار، ف
فالقيادة السياسية بكل جوانبها من الرئيس إلى الحكومة هي اللي تتبنى هذه الأفكار وتساعد تجيب الكوادر الفعالة واللي عندها خبرة وتشاركهم في العمل السياسي. الخطة هي ليست من صعب إن احنا نصيغها، ممكن يصيغها أي خبير. المشكلة إنه لازم يكون في قبول القدرة والكفاءة إنها تدخل في في في, في شراكة في الحكم. وهنا نحن عندنا مشكلة، عندنا جاب، عندنا فراغ كبير جدا في هذا الجانب. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الجليل الشعيبي مدير المنطقة الحرة بعدن، سابقا كنت معنا عبر الهاتف من لندن. عودة إليك أستاذ حسام. أستاذ حسام، الحكومة الشرعية التي يعني تعهدت بدفع رواتب الموظفين في جميع المناطق أكثر من مرة، هل من المفترض أن تخاطب الجهات الدولية إزاء مسألة يعني عدم وصول الإيرادات كاملة إليها، عدم يعني هناك 400 مليار فقط من الضرائب والجمارك بالإضافة إلى الإيرادات التي تحدثنا عنها، ألا يفترض أن تكون موجهة للحكومة كما كان في السابق جميع الإيرادات تذهب حينما كان البنك في صنعاء إلى حكومة الانقلاب؟ حقيقة أنه لا سواء بين الحكومة وبين حركة انقلابية، وبالتالي حتى وأن تم مخاطبة مجتمع دولي يعني هذا الأمر غير منطقي. المنطق في هو أن تقوم الحكومة بواجباتها، أن تضع خطة منفصلة لاحتواء هذه المشكلة. نحن طبعا لا نتطلع إلى أن الحكومة تقوم بكل حل المشاكل الاقتصادية المجتمعة، وإنما فقط على الأقل أن تقوم بوضع الحد الأدنى من المعالجات لمشكلة المرتبات على الأقل، وأيضا يعني بعض الخدمات الأساسية في المناطق المحررة. هذا الأمر في الحقيقة تفضل. هذا الأمر في حقيقة يعني في الواقع مسألة أنه لا يوجد ضامن يقوم بإلزام الحوثيين بدفع هذه المبالغ، ذلك أنهم في الأساس لا يهتمون بمعاناة المواطنين ولا يهمهم الحقيقة إذا قامت الحكومة بالضغط أكثر. في تصوري الشخصي أنا بأن هناك تعمد، ليس فقط عدم قدرة على دفع هذه المبالغ، وإنما هناك أيضا تعمد من قبل الحكومة. أكثر من تصريحات سمعناها من قبل سواء من الأخ الرئيس أو من وزير الخارجية بأن هناك ستقوم الحكومة بعملية ضغط بانتظار ثورة من الداخل تندلع من الداخل. هذا يعني أن هناك أيضا تعمد لعدم صرف هذه المرتبات وإيجاد بعض الأعذار الكثيرة التي لا تنتهي. بطبيعة الحال صحيح أن الحوثيين ما يزالون يسيطرون على الكثير من الموارد ويقومون بتحصيلها باستمرار، ولكن هذا الأمر أيضا لا يعفي الحكومة من مسؤوليتها في دفع هذه الرواتب. وعلى الأقل المشكلة أن الحكومة لم تقدم ما يثبت حسن نيتها حتى دليلا واحدا، أو لم تقم حتى بصرف مرتب شهر واحد، ومن ثم بعد ذلك كان يمكن النقاش حول استمرارية. نعم، تم صرف مرتب واحد أستاذ حسام يعني في الأمانة. صحيح، ولكن ليس لكل المحافظة، أنا ما أقصده لجميع الموظفين، لأن هذا كان التعهد الأساسي الذي قدمه الرئيس في الأمم المتحدة والذي تقول به الحكومة دائما. الحكومة لم تقل في تعهدها بأنها فقط ستدفع الرواتب في المناطق المحررة، وإنما هي تعهدت بدفع المرتبات للجميع. قد نعرف بأن هذا الأمر يدخل في ضمن التصريحات السياسية، ولكن أيضا في حال وجود كارثة إنسانية فإن الأمر لا يجب أن يبقى فقط عند مجرد التصريحات، وإنما يجب أن يستمر إلى التطبيق الفعلي، ويجب أن تقوم الحكومة ببعض يعني المعالجات على الأقل التي من خلالها يمكن سد حالة العوز الشديدة الموجودة لدى المواطنين، ومن ثم بعد ذلك يمكن يعني أثناء التفاوض يمكن وضع بعض هذه الأمور التي ذكرتها والشروط على الطاولة. ولكن في الأساس يجب أن يكون هناك خطة بديلة أو خطة ما من خلالها يتم احتواء الموقف. في حال كان هناك استجابة أخرى كان ممكن يتم تدارس الخيارات أخرى، لكن إذا لم تكن هناك استجابة، وهذا الأمر المتوقع، أنا شخصيا أتوقع واتفق مع الأستاذ علي الذي قال بأن من قام بالانقلاب على الدولة لن يقوم بدفع هذه الرواتب، ويريد أن يضع الحكومة في الصورة أمام الشعب بأنها هي المقصرة، ومع الأسف لا تستطيع الحكومة الرد عن ذلك لأنها لم تبادر بوضع خطة إضافية. هل كانت الحكومة تتوقع الاستجابة من الحوثيين؟ إذا كانوا يتوقعون هذا الأمر فإنهم بطبيعة الحال لم يكن هناك داعي لمواجهة الحوثيين، لأنهم بطبيعة الحال سيستجيبون للحلول السياسية وحلول التفاوضية، وهذا الأمر غير موجود. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ حسام السعيدي الباحث في السياسة والاقتصاد، كنت معنا عبر سكايب من أنقرة، وأشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم. إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.